لكن طالما احنا عمالين نقول التحكيم الحكم المغفري 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 محمد المغفري علي علي اخوك علي المغفري علي علي المغفري يغفر الله له. علي المغفري فجأة لقينا حكم من موريتانيا عصب المزاج، عنده اتيتيود، عنده توجه، مش معنى ان عنده توجه ان هو يعني ضد الكوربشن يعني او فساد، لا عنده مشاعر، مش مرتاح للاهلي، مش مرتاح للعيبه الاهلي. طيب هو ايه قصته؟ مره واحده نشوف حكم موريتاني عمل خطا فادح في مباراه مؤثره جدا، النفط العراقي يدفع ثمنها بعدم الوصول الى النهائي، وبعدين نلاقيه بيحكم في السيمي فاينل في مباراه مهمه جدا جدا جدا. طب ما نشوف الاستاذ ابراهيم المهيري المحلل في قناة أبو ظبي يحكي لنا قصة الحكم ده إيه؟ بدايتي قبل ما أتكلم على الحكم، أنا عندي رسالة كنت موجهنها للجنة الحكام. يمكن لجنة الحكام خذت البطولة يمكن بشكل ودي أكثر ما خذت فيها الطابع، لأن في منافسة وفي مسابقة وفي جوائز كثيرة للبطولة. لأن تكلمت أنا في السابق، كان في يوم من الايام هني كان اسامه الاميري، قلت يمكن اللجنه قاعده توزع المباريات تركه، يعني كل حكم في البطوله هاي تقريبا 14 حكم كانوا موجودين، 11 حكم منهم خذ على مبارتين مبارتين، وثلاث حكام خذوا على مباراه، معناته التوزيع ما كان بناء على المستوى الفني، رغم وجود اخطاء تحكيميه كان توزيع ان الجميع يحكم والجميع ياخذ مبارتين، حكم ادار مباراه الترجي ونفط الوسط العراقي، حكم الموريتاني كانت عنده أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة، تم استبعاد المساعد وتم إعطاء انذار للحكم، والغريبة أنك أنت أعطيت الحكم انذار وتعطيه مباراة نصف نهائي. هاي صراحة ما أعرف هل اللجنة كانت عندها نوع من المجاملات، هل نخذوا فيها الطابع الودي للبطولة. صراحة التعيين من الأساس وجهة نظري أنا على حسب الاحصائيات والمباريات، لاني انا كنت ماسك البطوله كامله، مفروض ما يتم تعيين الحكم الموريتاني في المباراه هاي. اليوم النصف النهائي والنهائي دائما مكافاه للافضل خلال البطوله، وليس توزيع مباريات على اساس الناس الجميع في التساوي. لا بقى انتوا بتهرجوا، انتوا بجد كلجنه حكام في الاتحاد العربي انتوا بتهرجوا. عندي حكم ارتكب خطأ فادح ومؤثر زي ما الأستاذ إبراهيم المهيري بيقول، انت في مباراة نفط العراق مع الترجي الراجل أخطأ اخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة، بسلامتك رحت مستبعد لللاين مان، روحته شيلته الليلة وديت انذار للحكم، اول مرة الحكم ياخد انذار ويكمل. انتوا بتهرجوا بجد والله. يعني ايه حكم ياخد انذار ويكمل؟ يعني ايه حكم انت علمت عليه وسجلت عليه واحده انه خرج فرقه واثر في النتيجه بشكل مباشر وتلعبه في السيمي فاينل؟ يعني ايه تلعبه في السيمي فاينل؟ ليكرر بشكل اكثر وضوحا، اكثر خطوره واكثر تاثيرا اخطاء بهذا الشكل وقدام عينيه، وانت بسيادتك اللي مديله انذار، انت اللي مديله انذار وروحت له المساعد بتاعه. وبعدين يعني هي من قله، انت عندك عدد كبير من الدول العربية، هو مين الممثل في السيمي فاينال؟ مصر من خلال الأهلي، تونس من خلال الترجي، الأردن من خلال الفيصلي، والمغرب من خلال الفتح الرباطي، أربع دول فقط. طب الباقيين فين؟ شفنا الحكم السعودي بيلعب مباراة الترجي النهاردة، طيب وفي حكام من الإمارات وفي حكام من بقية الدول العربية كلها، الجزائر وغير، طب فين؟ وبعدين ده انت سيادتك اللي مديله انذار، ده انت اللي روحت له الفرده المساعده بتاعته، تقوم لعبه مباراه زي كده وعنده من الاخطاء اللي وارده يا سيدي بلاش اي حاجه، جنبه هو حفاظا عليه، حفاظا عليه ما دام مش موفق في التوقيت ده في الظرف ده. لا الشكل اللي انت شايفه مؤثر ده لغى جون شرعي على المذاهب الاربعه للنفط العراقي. ما انت اتلغى لك جون شرعي على المذاهب الاربعه في يوم الفيصلي، واتلغى لك ضربات جزاء مش شرعيه، يعني وبعدين ايه بقى فكره النظره للبطوله؟ هل لجنه الحكام في الاتحاد العربي، الاتحاد العربي كلنا
بنثمن وندعم كل الجهود اللي بتبذل فعلا عشان يعود لنشاطاته. بس خليكم فاهمين انه مش يعني لو عايزين نفضل نلعب شبه رسميه وشبه وديه يبقى ده لعب مش يعني عرفوا كابو الاهلي على تضحيته بالمشاركه في البطوله هو والزمالك الحقيقه دي تضحيه من فرقتين طبعا ما كان اغناهم عن القصه دي لكن هي فيها تضحيه كان مقابلها هذا الاستهتار بحقوق الفرق المصريه المتنافسه حتى المتنافسه عامه لانه النفط العراقي ما هو يعني في حاجه طبعا مش طبيعيه في الليله دي لان الاخطاء واضحه ومتكرره بعدين ايه الاتيتيود ده اللي انا مغيظني طريقه التعامل مع الصفاره مع الـ مع الـ مع اللعيبه في الملعب عنده مشاعر واضحه ويجري ويزعق ويعمل وبعدين يعمل نفسه قلبي يبص وبعدين لما يشوف يعمل ما شافش